افتكر نفسي ساعات كان ناس بيكلموني الاقصر واسوان تحديدا، كان في الاسبوع الماضي مكالمات غير عاديه حقيقي. بشكركم على التفاعل الجميل ده وعلى هذه الثقه اللي انا خدتها منكم، وانا يعني حقيقي سعيد بيها جدا. كل ما ساعد حد على فكره وكل ما بخلي حد يتحسن في الاكتئاب او في القلق النفسي، لان اشهر انا ليه بدات في حلقاتي بتاعه الطب النفسي اول برنامج متخصص في مصر بالاكتئاب والقلق، اكتر حاجه منتشره احنا عندنا في مصر الاكتئاب والقلق والفصام والادمان، اربع حاجات منتشرين بشكل غير عادي عالمي، يعني محققين ارقام غير عاديه. طبعا في اضطراب بعد كده في الحلقات اللي بعد كده برضه هنتكلم فيها عشان احنا رقم واحد للاسف فيه، فهنناقش كل القضايا اللي بتهمنا اللي بنحس بيه. فده برنامج بيتكلم عن بيكلمكم انتوا كلكم الشعب المصري. انا بكون مش اطباء طبعا، انا بتكلم بلغه ببساطه ما دخلتش في اي تفاصيل طبيه معقده عشان مش موضوع برنامج، احنا مش محاضره في الجامعه يعني، احنا معاكم والكلام مبسط وسهل وبسيط جدا يعني. في برضه حاله ثانيه اسمها، انا كنت بتكلم على حاله اخذت اذنها عشان بقول لكم على التاخير في العلاج، يعني الادويه النفسيه بتاخد وقت شويه في التحسن. لو واحد بياخد دواء مضاد اكتئاب، بياخد مضاد مثلا للذهان، بيجي لي بعدها بيومين ثلاثه يقول لي دوت انا ما اتحسنتش، العلاج ما جابش نتيجه. ما هو ده طبيعي، لان انا بقول له قبلها ان العلاج بياخد تقريبا الاكتئاب بالذات يعني بياخد اسبوعين او ثلاثه او اربعه كمان عشان يجيب تحسن في المزاج، لاخر حاجه بتتحسن هي الرغبه في الحماس والكلام ده والاعراض الاخرى يعني. يمكن اول حاجه تحسن النوم، لكن في حاجه ثانيه بتتظبط اسبوعين عشان تحسن، فممكن يقف العلاج من غير ما يقول لي. بس انا باكد على كل الناس ان الادويه النفسيه يا جماعه بتاخد وقت شويه، مش زي المضاد الحيوي بتاخده تخف على طول. لو مثلا واحد جاله فيبر سخونيه يعني فبدي له اي قرص مخفض الحراره بتختفي الحراره على طول. الطب النفسي مختلف شويه لان طبيعه المخ وطبيعه الامراض النفسيه مختلفه كثيرا عن بقيه الامراض. فرع متفرد، فرع لوحده، والفرع الوحيد اللي في الطب النفسي اللي له ناس بيعارضوه فرع هي في الطب النفسي اللي عليه دايما اساطير كثيره ومفاهيم مغلوطه جدا، كان في حكايه الجنون وحكايه الاطباء النفسيين. وانا ما عنديش اي مانع في الاعلام او الافلام ان هم يتراوا على المرضى النفسيين، يتراوا على الاطباء، مش مشكله احنا يعني واثقين من نفسنا، بس ما تراش على المريض يعني، يكفي المريض ان هو بيعاني بشده يعني. الحاله الثالثه اللي كنت عايز اقولها لكم اللي هي تاخر في العلاج بيعمل ايه؟ فهذه المراه اللي كان عندها ما يسمى بالشخصيتين، مش هنخش في تفاصيل بقى العلاجيه الصعبه او تفصيل ليه المرض جه واساسه ايه وقصته ايه بالظبط. فهي كانت سنة في 9 سنين وصلت ألمانيا يعني، فعشان كده خدت إذنها نتكلم في الموضوع ده يعني. وهي كانت المفروض تيجي بس تعذر يعني إنها تيجي في الحلقة يعني. فهي رقصت الساعة 7 الصبح في صلاح سالم، تخيلوا من المرض طبعا، لأنها كانت تحولت شخصية ثانية وكان تحت تأثير بعض المخدرات يعني. فطبعا الشارع كله وقف وكان جنب مؤسسة مهمة شوية، فالأمن جه والكلام، فده كله نتيجة تأخر العلاج. وصلنا لمرحلة إن واحدة بترقص بشكل غريب جدا في الشارع على عربيه، كان واقف على عربيه، فطبعا دوت نتيجه عن المرض، ما هوش يعني حاجه تخص الاخلاق خالص يعني. هي ست شريفه جدا وست مهذبه، ولكن المرض ساعات بيعمل كده يعني. هنكلم بعد كده عن حاجه اسمها اضطراب الثنائي بعد كده، ده برضه بيعمل نفس المشكله. الحاجه الثالثه في القلق النفسي اللي هي الخوف من مواجهه الناس اللي هو السوشيال فوبيا. في ناس كده بيبقوا ناجحين جدا على فكره، كان عندي حد امبارح في العياده ناجح جدا، لكن مشكلته بيخاف يقول خطبه، يخاف يقول كلام بابليك سبيكينج يعني الكلام فيه قدام الناس، بيخاف يقابل الناس الجديده، بيخاف من ان هو يواجه مثلا رئيسه في العمل. فدوت بيجي طبعا ايه ضربات قلب سريعه جدا، بيبقى فيه رعشه في الايدين، بيبقى فيه عرق تعرق زي ده، وتلاقيه مثلا في عز الشتاء وتلاقيه عرقان جدا. فطبعا المدير بتاعه بيقول انت مالك ايه اللي عرقان ليه كده؟ فهو بيحاول طبعا يخبي على الموضوع الا مفيش حاجه وبتاع، يرتبك اكتر نتيجه تسبب العرق الشديد قوي، وان هو بيبقى مرعوب يعني. والموضوع كله بسيط جدا، العلاج سهل جدا في موضوع برضه السوشيال فوبيا او الخوف من المواقف الاجتماعيه. ده نوع ثالث من انواع المخاوف، احنا قلنا القلق العام اللي هو الجي اي دي او القلق العام يعني، وقلنا نوبات الهلع او الموت، وقلنا النوع الثالث اللي هو الرهاب الاجتماعي او الخوف من المواقف الاجتماعيه اللي انا بخاف ان انا يبقى عندي طبعا حاسس الناس كلها بتصلي تحت الميكروسكوب، وان انا تحت بؤره الناس كلها، فبالتالي برتبك طبعا. بيسموها يعني الواحد واخد باله من نفسه بزياده شويه يعني.